Oh,
موت من دفع الجاب، لكن انا بشكر ربنا لانه في ناس فعلا ثابتين. انا عندي مستوى شعب المسيح يغني ويعلي هتافه. ونتناسى انه هو قال لنا اسمع وتلمس في النهار.
فكنيسة الرب عينها مهمة. خلينا نرنم سوا استيقظ استيقظ يا كنيسة. Thank you.
الرب. الهتاف امام الرب. الشعب زمان كان في مدينه اريحا حواليها اسوار عاليه، وربنا قال انه امشي لف حول المدينه مره كل يوم لمده 7 ايام، في اليوم السابع دور حول المدينه 7 مرات، وفي المره السابعه اهتفوا بصوت عالي. وكانت النتيجه انه لما عملوا كده الشعب وهتفوا بصوت عالي حصل ان الاسوار اريحا انهدمت الاسوار ونزلت وبقت قدر الشعب دخل. هل احنا عندنا الطاقه ان نهتف للرب عشان تنهدم اسوار كثيره من حولنا؟ خلينا نهتف للرب ونهتف امامه. هل نهتف امام الرب؟
الشام.